اهلا بكم في مقطع جديد من لعبة ديستني 2. اليوم بنشوف زور فين مكانه. زور موجود في التاور. طبعا بيجي ترسبن هنا, بعد كده بتروح للهانجر. موجود هنا زور بالضبط, هاي نفسارت 14 وهنا ماندا هوليدي. انت بتدخل من هنا ان شاء الله. بعد ما نخلص المقطع بوريكم كيف توصلوا له بالضبط. طبعا نشوف زور ايش بيبيع. عندنا هنا الاكزوتيك نيجران بيعطيك للسنة الأولى, السنة الثانية, السنة الثالثة. في أي شيء ناقصك تعال خده. لو كل المجموعة عندك راح يعطيك, لو يعني كل الاكزوتيك عندك راح يعطيك دروع فقط راندوم رول. بالنسبة للأسلحة في عندنا الجرينيد لانشر, جيد جدا يعني جرينيد لانشر. لما بتطلق بتعلق على زر التطليق اللي هو الاطلاق, معلش, اللي هو RT والL2 والR2 عند في السوني. فلما تفلت اصبعك او يدك عن زر الاطلاق بتتفجر الطلقة. يعني ممكن تكون في الارض ترميها تخليها في الارض, بعد كده يقرب الاعداء تطلق عليهم بيموت. يعني ممكن لو في ويف جاي ولا شيء زي كده بتلغم لهم المنطقة, لما يجوا تفلتها فيهم خلاص كلهم بيموتوا. جرينيد كويس ولي كاتاليست. كاتاليست ان شاء الله بنجرب لكم السلاح ونشوف كيف اداؤه. فاللي ما عنده انا انصح بيه, يعني خصوصا انه تحين اسلحة كثير حتروح, فعلى الاقل جرينيد لانشر هذا يقدر يخدمك. نيجي للهانتر. الرجل هذا لما تسوي دوج بيطلع زي الدرونز كده بتتفجر, او تطلع زي الكورة كده بتتفجر بعد فترة بسيطة. انا بالنسبة لي كبي في اي ما احتاج يعني هذا الرجل. انا شفت ناس يلعبوا فيه في الكريسبل, بس ما ادري هذا يعني في اشياء ممكن تكون افضل منه. فانت جربها, شوف لو عجبتك او ناسبتك استمر فيها, لو ما عندك خدها ككولكشن. نيجي للقطعتين الجاية, هي افضل شيء تقريبا جابها زور كدروع. عندنا اليد هذه الدوم فانك حقت التايتن. لما بتعطي ميلي يكون الميل حقك طبعا مشحون, بيديك سوبر انرجي, يعني بيشحن لك السوبر تقريبا, بيشحن لك ربع السوبر او اكثر. ثاني شيء لما انت بترمي الشيلد حقك تحسوا يشحن لك السوبر زيادة, يعني السوبر بيطول معك أكثر وأكثر. إن شاء الله بجرب لكم هي كمان. فهذا يعتبر من الشيء الأساسية للتايتن, يعني قطعة أساسية للتايتن. نجي للوارلك, برضو يعتبر هذه قطعة أساسية للوارلك. يقول لك لما تذبح بالأركابيليتي بيشحن لك الأركابيليتي, يعني تذبح بجرانيت بيشحن لك كل الأبيليتي اللي عندك. ثاني شيء بيطول لك مدة السوبر حقك, حق الارك اللي فوق واللي تحت, مش اللي في النص. السوبر اللي فوق واللي تحت للارك بيطول فترته. اعتقد في فرق 3 ثواني و 4 ثواني شيء زي كده, او انه اكتر, بس انه يعني مرة ممتازة قطعة. هذه الناس اللي يلعبوا سوبر الارك هذه مرة ممتازة, يعتبر شيء اساسي منه. انه هي لما مثلا استخدم الميلي بيشحن له جرانيت, استخدم جرانيت بيشحن له الميلي والرفت والاشياء دي. ثاني شيء السوبر حقه كمان بيجلس اطول, مره ممتاز. عندنا هنا الناس اللي حابه تفرم في النايت فول القديم, تحط الميدوفاير اللي تبغاه وبتلعب. وفي الناس اللي عندهم مشكله في القطعه, لو انه يدخل نايت فول يحس انه هو الانمي عليهم جماجم او سيوف حمراء, والمدفاير اللي حاطه ما يسوي هذا الشيء, فتلاقي عنده هنا مشكلة في الهانديكاب, يكون رافع الهانديكاب هنا, فيضغط بس على الاكس بيصفر له الهانديكاب, بعد كده بيرفعه زي ما يبغى. وهذا الانفيتيشن حق الناين, لو ما غلقته خده وغلقه كده. نحن تاني من زور الاسبوع ده ترجع بشيء جيدة كويس, يعني الاسبوع اللي فات ما كان قد كده, الاسبوع ده ممتاز جدا. طيب نروح نشوف زور مكانه بالضبط فين للعيب الجدد عشان يعرف كيف يروح له بالضبط. ان شاء الله كمان بجرب لكم الدونفانك, بجرب لكم الجرينيد لانشر,
ان شاء الله ما بعض كلها. بس انا بايش حاطط لكم مونت كارلو هنا لانه مونت كارلو مره ممتازه مع اليد هذه، الاثنين هذه بلد لوحدهم. بعد كده ان شاء الله بنغير، بس نستخدم شويه كيف اوريكم كيف يشحن السوبر بسرعه، بعد كده بغير لكم وبنحط الجرانيت لانشر. طيب نجي من هنا، طبعا حارس بنا هناك صح، يدخل هذه منطقة الهانجر سنت 14 قدامك شايفه، أماندا هوليدي هنا تاخذ من عندها القصص حقت الستوري للسنة الأولى. تخش يسار حتلاقي زيت درج، أو تلاقي هذا الشراع، حتلاقي الدرج دي، تطلع فوق حتلاقي زور موجود قدامك. طيب نروح نجرب القطع الإكزوتيك والأسلحة أو السلاح. طبعا أنصحكم اللي ما عنده رول كويس للشتغن حق الألترس يبدأ يلعب يطلع الشتغن حق الألترس، راح ينفع في البي في اي من إن شاء الله ينزل التحديث الجديد. نجرب اليد، شوفها لو انك اديت ميلي بيشحل لك السوبر حقك شوي. ليش المنتكارو؟ المنتكارو لو دمجت بس لاحظ الميلي عندك بيشحن اسرع، يعني مو شرط تتبع، مجرد انك تدمج الميلي عندك يشحن بسرعة. الان شحن الميلي عندنا بالكامل، بنجرب نشوف نشحن السوبر حقنا. شايفين اكثر من ايش؟ أكثر من الربع تقريبا، ولو دبحت ممكن يشحن لك الميلي حقك كله بالكامل. بس خلينا نجربه في اللص أكثر، نروح عشان كمان يجرب لكم الجرانيت لانشر. لكن زي ما قلنا الشاتجن لو ما حتطلعه أو ما عنده رول كويس يحاول إنه يطلعه. تقريبا خلاص شحن لنا السوبر. طيب بتفك السوبر، خليه يمشي شوية السوبر حقنا ينقص. شوف الآن بنرمي الصحن، لاحظين السوبر عندي بيرجع، لاحظين طبعا صح. تاني شيء الشيلد بيجيك بسرعة، لسانا حتى ما جينا نص السوبر، فكل ما ترمي بيشحن لك بيرجع لك الصحن بسرعة أو الدرع، فهذا ميزته. طبعا تدي ميلي كده ما بيشحن، لازم انك ايش تعطي الميلي والسوبر حقك شغال، أو قصدي الابيليتي حقت السوبر شغال. شوف الآن برضه شحن لنا. على هذا الوضع أنت ممكن تمشي وتلعب السوبر حقك يجيك بسرعة أسرع من غيرك. يفضل هنا لو كان الدرع عندك او الكلاس معليش يكون ارك مثلا لو هذا اللي هنا بتركب اثنين اللي تشحن الميلي دي، شايفينه تركب منه اثنين، كمان بيساعدك انه يشحن لك سوبرك اسرع واسرع، انه اليد فيها باهم بق ما تشتغل، فعلى الاقل هذا الميلي يساعدك شوي. طيب نجرب الجرينيد لانشر. طبعا احنا قلنا المونتكارلو افضل شيء تشتغل فيها مع اليد، فنجرب المونتكارلو. معلش نجرب الجرانيت لانشر. فين هذا خلينا نتبعها. جريد لانشر كالتالي، لو طلقت عليه كذا بسرعة يطلق، شايف سريع جدا، حتى لو طاحت في الأرض شايفينها في الأرض لو واحد مشي عليها بتتفجر، ولو شلت يد الإطراق شوف بتتفجر برضه أو زر الإطلاق، فهي سريعة جدا يعني الطلقات يعني بسرعة بتطير، لأنه كم هو 165 أعتقد سرعة الإطلاق، تقريبا اسرع جرينيد لانشر 165.
شوف مثلا لو اطلقت من غير ما تشيل عطل، لو لمست في وجههم او لمست في جسمهم عطل بتتفجر، يعني مو شرط انك تطلقها في الارض وتستناه. اما لو طلقتها هنا مثلا في الارض، شوف سحب زر الاطلاق تتفجر. ان شاء الله بوري لكم هي اوضح. خلينا نشيل الساحرة دي المزعجة. شغل السوبر حقنا مدام جاهز. تقريبا السوبر هذا ممكن ينظف لك المنطقة دي كلها لهنا، ما نبالغ. تقريبا ينظف لك المنطقة دي كلها لهنا. الحين بنجرب كمان جريند لانشر على البوس كيف يدمجه. طبعا انا حاطط امو فايندر عشان كذا الرصاص شويه بيجيني اكثر. انت دائما لما تلعب اي سلاح هيفي حاول انك تحط الامو فايندر والسكافنجر للسلاح نفسه عشان يجيك الرصاص اكثر واكثر. هذا امتحنا هذا النايت شقلب جالس. كم عندنا؟ 8 طلقات وهنا 3 كمان تعطينا كويس. 12 طلقة ممكن يدمج ب يعني ممكن يشيل نص الهيل. بعد كده نكمل عليه بالسوبر. باقي اللي هناك تقريبا النص. اوه ما شاء الله قديش يا راجل راح من الفل. اللوجر ده شويه قوي بس مره راح كثير، يعني ممكن نذبحه بال 12 طلقه اللي عندنا كلها. يلا كلها ما بيت كويس. طب هذا كان مقطعنا بالنسبه للزور اليوم، اتمنى انه يكون فادكم. طبعا لا يعني لا تضيعوا اي قطعه من القطع الثلاثه اللي انا تكلمت عنها، اليد للتايتن والهيد للوارلوك والسلاح. اما بالنسبه للهنتر انا ما اشوف انها يعني هذاك الشيء. ممكن في ناس يزعلوا من الشيء ده انه في الكروسبل يقولوا كويسه، ولكن برضه انا اشوف في الكروسبل في اشياء افضل منها كثير. خليني اسوي لكم التراب ده. شوف شوف انا طلقت هنا، شايف خليتهم جو كلهم ماتوا، ملاحظينهم اللي ورا؟ نسيت لهم الفخ او التراب اللي هنا. طيب، أتمنى لكم يوم سعيد ونشوفكم مقطع جديد بإذن الله. مع السلامة.